نرجع مرة تانية نتكلم مع حضراتكم عن الجيل الذهبي وفعاليات اللي امس كانت مباريات مهمة. كابتن حسام غالي فريقه فاز امبارح 4-3 وعملوا مباراة مهمة جدا ومباراة من العيار التقيل. خلينا نتكلم بقى كفنيين في الكورة وفنيين في الكورة. فكانت مباراة تقيلة، وانا قلت للكابتن عماد متعب على فكرة، قلت له انت مختار اللعيبة التقيلة قوي، فقال لي لا كل الفرق تقيلة، قلت له بس انا حاسس انك هتفوز. طب يعني احنا كده فريق كابتن حسام غالي وفريق كابتن محمد فضل هيتقابلوا النهارده، وفريق كابتن حسام حسن وفريق كابتن حازم امام هيتقابلوا كمان النهارده. هنشوف ايه اللي هيحصل، لانه بالمناسبه يعني في تخوف كبير جدا من فريق كابتن حسام غالي. مقترحاتك ايه؟ انا شايف حسام غالي هو اللي هيفوز. انا ان شاء الله يعني انا طبعا الاثنين بحبهم، بس جميل إن شاء طبعا الله. احنا بنحب كل اللعيبه يعني اللي كانوا بيلعبوا. انت هتختار مين؟ حسام غالي. انا محمد فضل. اهو قسمناها خلاص، خلينا نشوف. صح كده، خلينا نشوف وهنشوف بقى يعني هنشوف ايه اللي هيحصل النهارده. بس شاذلي كابتن حسام غالي وانا كابتن محمد فضل. خلينا نروح نتابع هذا اللقاء بقى اللي اجراه شاذلي مع كابتن عماد متعب، ونرجع لحضراتكم على طول. طبعا لسه كلامنا مستمر عن الفعاليات الرياضيه، وتحديدا طبعا نجوم الجيل الذهبي. معانا بقى نجم من نجوم الجيل الذهبي اللي لما كنت تشوفه في الملعب كده كنت تطمن. جماهير النادي الاهلي اول ما تشوفه موجود في الملعب او نازل الملعب خلاص ضمنوا الفوز. واحنا طبعا لما كنا بنتفرج على المباريات المنتخب بالنسبه لنا كابتن عماد متعب يعني حاجه تخليك تثق في ان انت هتفوز الماتش ده. يعني هتفوز يا كابتن. صباح الفل، اخبارك ايه؟ كله جميل الحمد لله. اخبار كله زي الفل الحمد لله. اولا مبروك على ماتش الاهلي. عايز اعرف ايه رايك في الماتش بشكل عام، وامتى حاسس انك عايز تنزل تلعب؟ لا انا طول الوقت حاسس ان عايز العب. يعني من ساعه ما بطلت انا حاسس ان انا نفسي ارجع العب تاني، لكن خلاص يعني ده احساس اي لعيب معتزل. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، للجهاز الفني، للعيبه، للجمهور طبعا، هارد لك لنادي الزمالك. النادي الاهلي موسم استثنائي بالنسبه له، عمل في الكوره كل حاجه، حقق كل حاجه ممكن تكون متاحه في البطولات اللي موجوده السنه دي. المباراه اللي في الدور الاول 3، فانت مسجل 7 اهداف في مباراتين في نادي الزمالك في موسم واحد، فعلى ما اعتقد ان ده رقم كبير يحسب للعيبه وللجهاز الفني. كنت مستني اهداف ثانيه؟ انا صراحه كنت مستني اهداف ثانيه، لان المباراه كانت تقبل ان يكون فيها اهداف ثانيه، بالذات كمان في الشوط الاول. يمكن طريقه لعب نادي الزمالك كانت انا من وجهه نظري كانت بدايه خاطئه بالتشكيل يعني او طريقه اللعب. النادي الاهلي استغلها وسجل 3 اهداف، لكن وجهه نظري كان عنده فرصه انه يسجل اكتر من 3 اهداف في الشوط الاول. التغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني من نادي الزمالك شويه خلت حسنت الاداء بالنسبه لنادي الزمالك، قدروا يسجلوا هدف وكان ادائهم افضل في الشوط الثاني. لكن في الاخر مباراه كبيره بين فرقتين كبار فاز بيها النادي الاهلي، هو الاحق هو الافضل، و4-1 نتيجه كبيره. عظيم جدا. طيب نيجي بقى للمهرجان. في فعاليات كثيره رياضيه، لكن من ابرز الفعاليات هي وجود نجوم الجيل الذهبي في هذا المهرجان. طبيعه مشاركتك عامله ازاي؟ والنهارده الناس مستنيه تشوفك. في البدايه انا حابب اشكر بس مؤسسه الدوله والدوله المصريه على المنظر التحفه اللي انا شايفه، زي مدينه العالمين تحفه على ارض مصريه. يعني بجد والله الناس انا عايز تيجي تبص تشوف على منظر البحر وتشوف على المناظر، المباني والاوتيلات اللي موجوده. الحاجات دي مش موجوده في اماكن كتيره جدا في العالم. والله مش بجامل ومش بنافق، والحمد لله الناس عارفه عني الكلام ده، ان انا ماليش في المجاملات. لكن احنا بنسافر بلاد كتير وبندفع فلوس كتير عشان نشوف منظر بحر بالشكل ده او نشوف اوتيلات بالمنظر ده، لكن ده موجود في مصر. فبشكر الدوله المصريه بجميع مؤسساتها على ان تعمل حدث رياضي كمان او موسم ترفيهي بالنسبه لمدينه العالمين، وان يكون مجتمع فيه نجوم الناس بتحبها. الناس يعني وحشها الناس تشوفها في الملعب. ده اللي كنت بقوله امبارح، والله احنا بس بنشوفكم موجودين كده، حتى لو انتوا لابسين لبسكم العادي وبتقسموا تقسيمه كده على خفيف، اليوم قاعدين مبسوطين. والله احنا بنكون مبسوطين ان احنا اتجمعنا مع بعض وان احنا بنلعب كمان والناس بتتفرج علينا. فلما النجوم دي كلها تتجمع في مكان واحد وعلى مدار يومين وتلعب بشكل ودي وشكل ترفيهي، فعلى ما اعتقد ان دي كلها حاجات جميله جدا لينا احنا طبعا والجمهور اللي هيبقى موجود. وبشكر كل المسؤولين عن تنظيم هذا الحدث، لان فعلا حاجه مشرفه. طيب انتوا كام فريق؟ احنا 4 فرق. 4 فرق، مين معاك في الفريق؟ في فريقي انا معايا حسام غالي، معايا جده، سيد معوض. ده فريق تقيل قوي. انت اللي مختار؟ استنى عشان ما انساش حد بس. جده وحسام غالي ووليد سليمان وسيد معوض وانا وامير توفيق حارس مرمى. بشكل عام انت اول مره تيجي للعالمين ولا جيت قبل كده؟
لا لا جيت قبل كده. تيجي على طول؟ جيت قبل كده بس يعني اول مره ابقى موجود جوه وشايف المنظر كده. تمام. يعني العادي ان انا ببقى من بره في مكان قريب من مدينه العلمين، لكن اول مره اكون جوه مدينه العلمين على البحر شايف المنظر جوه الاوتيل. انا اتفاجئت صراحه. طيب احنا لما بنيجي نتكلم عن المهرجان بنقول ان هو مهرجان متنوع وفي حاجات كتيره جدا، اهميه وجود الجانب الرياضي في هذا المهرجان. الجانب الرياضي مهم جدا لان انت زي ما انت عارف الشعب المصري بيعشق الرياضه وبيعشق الكوره، العالم كله هي اللعبه الاساسيه والرياضه الاساسيه والرياضه الاولى في العالم هي كره القدم، لكن بجانب طبعا حاجات تانية كتير ليها علاقه بالالعاب الشاطئيه او كمان بالفن والمطربين والحفلات دي كلها عوامل مكمله لبعض. يعني انت لما تعمل المهرجان انت بتعمله كامل متكامل من جميع الاتجاهات سواء مهرجان رياضي او مهرجان فني، فعلى ما اعتقد ان شاء الله الشهرين دول فيهم مفاجآت كتيرة جدا لشعب مصر. عظيم. دايما الناس لما بتعرف ان في نجم من نجوم الكرة موجود الناس بتيجي عشانه، فانت توجه رسالة ايه لجمهور كابتن عماد متعب؟ لا يعني ما فيش حاجة معينة. المهرجان الناس اتمنى الناس تيجي، اللي يقدر يجي اللي يقدر يكون عنده وقت وظروفه تسمح ان هو يكون موجود في مدينه العلمين لازم يكون موجود طبعا ويشوف المدينه قبل ما يشوف المهرجان، يعني يشوف المدينه نفسها لانها تستاهل انك تيجي تتفرج عليها وتيجي تشوفها. تاني حاجه ان في نجوم كتير الناس بتحبهم وهيبقوا موجودين سواء النهارده او بكره او على مدار الشهر ونص اللي جايين في مدينه العلمين، ففي فرصه كبيره للجمهور المصري والشعب المصري انه يبقى موجود ويشوف ناس هو بيحبهم وهو بيحب يستمتع لما بيشوفهم. نشكرك وان شاء الله هنيجي نغطي ان شاء الله الماتش النهارده ان شاء الله. شكرا ليك. شرف. شكرا ليك.